كلمة ديزا معناها Direct Inward System Access، النفاذ المباشر لخواص السنترال كترجمة حرفية، ومعناها العملي ان انا بسجل رسالة ترحيب ومن خلالها المتصل بيسمع الرسالة وبيدخل يقدر يتصل على خط داخلي هو عايزه او يسحب خط خارجي لو انا سمح له بالخاصية دي. انا عشان اسجل رسالة ترحيب والتليفون في وضعه العادي خالص بدوس مفتاح بروجرام وتسعة، فبيبتدي يديني outgoing message، بختار التسجيل اللي هو رقم واحد، بيسألني تسجل رسالة رقم كام، ولتكن رسالة رقم ثلاثة، لأن أنا هقول فيها مرحبا شركة كذا، نرحب بكم، للمبيعات اتصل بعشرة، للحسابات اتصل بحداشر، للمتابعة اتصل باتناشر، أو لو أنا عامل الأرقام بأي شكل تاني بقول الأرقام اللي أنا حطيتها، مثلا للمبيعات اتصل بمية، للحسابات اتصل بمية وعشرين، للمتابعة اتصل بمية وتلاتين وهكذا. بعد ما بخلص تسجيل الرسالة بدوس أوتو دايل ستور، بتتسجل الرسالة وبتدي يعمل لها بلاي باك يسمعها لي. تمام، أنا كده سجلت الرسالة خلاص. عشان أفعل الرسالة بخش على خطوة البرنامج 414، بس بفتح البرنامج الأول بروجرام نجمة مربع 1 2 3 4. أنا دلوقتي عايز اللي يتصل من بره على الخط الأولاني مثلا يسمع الرسالة دي، ولما يسمع الرسالة يقدر يتصل بأي رقم داخلي هو عاوزه أو يطلب صفر للمساعدة طبعا عشان يوصل للأوبريتور ونبتدي احنا نحوله أو نرد على استفساره. فالخطوة هي 414 سيو لاين مود، بعمل نيكست وبختار الخط الأولاني نورمال، بسلكت إن هو يبقى على ديزا اللي هو الاختيار التالي ديزا او جي ام. انا سجلت اتصال رقم 3 فهدوس على 3 وهسجل. تمام كده السنترال لما حد هيتصل على الخط الاولاني هيسمعه الرساله رقم 3 اللي انا سجلتها، وهيقدر يخش هو اوتوماتيك يطلب اي خط داخلي او يطلب المساعده عن طريق الصفر يوصل للاوبريتور بدون ما يبقى فيه سكرتاريا او حد بيرد على التليفونات. دي طريقه تسجيل رسائل الديزا. وفي طبعا اوتوماتيك اتندنت، الاوتوماتيك اتندنت ان انا بعمل حاجه زي الكول سنتر كده برضو على نفس السنترال ده، ان انا بقول له مثلا مرحبا شركه كذا، للغه العربيه اطلب واحد، اللغه الانجليزيه اطلب اتنين، بيطلب اتنين، بيسمع رساله انا مسجلها برضو باللغه الانجليزيه واسجلها على التليفون باللغه الانجليزيه، بتقول له مثلا بليز كول رقم كذا عشان كذا وهكذا، وبيقدر بعد كده كمان يخش على الليفل الثالث.